عبد الله الوزير كان عندي مرض السل، تأثر مرض السل ومرض ودخل مستشفى في الهند ومات. يمكن لقيولك كبرى أو ما لقيولش كبرى ما أدري. نعم. والزبيري ذهب إلى باكستان. إلى باكستان. باكستان كانت حاولت ترد الزبيري للإمام، وسجنوه بالفعل، يعني دخلوا السجن على أساس يردوا للإمام، لأن الإمام بقي لاحق الموضوع هذا. لكن كان هناك سفير سوريا الشاعر والأديب، شوف قد الذاكرة شوية ضعيفة. نعم. هذا تدخل وخرجه، هو شاعر وأديب، تدخل وخرج الزبيري ونجى الزبيري من إلى أن انتقل إلى القاهرة. نعم. بعد قيام ثورة يوليو. نعم.